القوة الجنسية. يمكن أكتر حاجة بتعمل عليها سيرش على الإنترنت في مصر وفي الدول العربية هي القوة الجنسية والمنشطات الجنسية. يمكن إحنا كشعوب عربية أو شعوب أو شعب مصر بندور على الحاجة السهلة وبندور إن إحنا ناخد حباية أو قرص ويخلص الموضوع. النهاردة إحنا بنقدم لحضرتك دليل أو 7 خطوات حضرتك تعملهم للقوة الجنسية بشكل طبيعي جدا وبشكل صحي جدا وبشكل بسيط جدا. أول حاجة لازم نفهم إن القوة الجنسية مرتبطة بحاجتين. أول حاجة هي الدورة الدموية، تاني حاجة هي الطاقة. فهمنا إن اللعبة كلها هي لعبة دورة دموية وطاقة. يبقى أنا هشتغل على النقطتين دول عن طريق 7 خطوات. أول حاجة هي ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى لو فترة قليلة، لأن طبعا الرياضة أحسن حاجة بتزود الدورة الدموية للجسم كله بما فيها العضو الذكري. طيب هنمارس رياضة إزاي؟ منتهى البساطة، لو مشي كل يوم 15 دقيقة مثلا، جري لو أنا أقدر، ركوب عجل، سباحة، أي نوع من أنواع الرياضة، أو حتى تمارين سويدي اللي هي بتتعمل في البيت، أي نوع من أنواع الرياضة اللي هو يكون مناسب لحالتي الصحية وحالتي البدنية. تاني حاجة والحاجة المهمة جدا هي التدخين. ياريت نمنع التدخين نهائي، سواء شيشة سواء سجاير سواء سجاير إلكترونية، لأن كل الحاجات دي بتحتوي على النيكوتين. طب إيه مشكلة النيكوتين مع العملية الجنسية؟ النيكوتين من الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن، أو بتقلل وصول الدم للأطراف بما فيها العضو الذكري، وبالتالي أي حد بيدخن بشراهة غالبا بيعاني من ضعف جنسي. تالت حاجة من الحاجات اللي بتأثر على الكفاءة الجنسية أو القوة الجنسية وهي الكرش. الكرش مش عز زي ما بيقولوا، ده على العكس، ده من الحاجات اللي ليها تأثير سلبي جدا على العملية الجنسية. الكرش بيقلل تدفق الدم للعضو الذكري والخصية، وبالتالي النشاط بتاعهم أو الوظيفة الطبيعية بتاعتهم بتتأثر بصورة كبيرة. الكرش بيقلل 30% من القوة الجنسية، لأنه بيؤدي إلى بذل مجهود بدني إضافي في عملية العلاج، وبالتالي بيؤدي إلى سرعة الشعور بالإرهاق. النقطة الرابعة والمهمة جدا في القوة الجنسية وهي الأكل الصحي، لأن في بعض الأكل بيزود البلاد فلو أو تدفق الدم للأطراف، بعض الأكل بيزود نسبة التستوستيرون الطبيعي وهو هرمون الكفاءة الجنسية، زي قرفة، الشطة، الزنجبيل، الجينسنج، المكسرات كلها بأنواعها زي اللوز والكاجو والبندق. طبعا مهم جدا ان احنا نقلل الاملاح والدهون في الاكل، لان دي برضو بيبقى ليها تاثير سلبي، وبرضو نحافظ على الاكل الصحي بتاعنا متوازن بين البروتينات والنشويات والدهون بنسب كويسه، بنسب طبيعيه ومن مصادر نظيفه. النقطه الخامسه والمهمه برضو لكفاءه العمليه الجنسيه هي النوم الهادئ المنتظم. لما انا بنام فتره طويله من 6 ل7 ساعات بشكل منتظم، مش انتربتد، مش كل شويه بقوم او ما فيهاش نوع من انواع الارق، ده بيؤدي ان الجسم بيقدر يفرز كل الهرمونات بتاعته بشكل طبيعي خلال فتره النوم، وبيعمل نوع من انواع الاستشفاء في الفتره دي، وبالتالي من الهرمونات دي هرمون التستوستيرون او الهرمون الخاص بالكفاءه الجنسيه، وبرده الهرمونات او النواقل العصبيه زي الدوبامين والسيروتونين والحاجات دي كلها انفولفد او داخله ليها دور في الكفاءة الجنسية. النقطة السادسة والمهمة جدا ان انا افويد او ابعد عن القلق والتوتر، لان الاسترس والتنشن دي من الحاجات برضو اللي بتأثر على الدورة الدموية وبتأثر على النواقل العصبية اللي احنا اتكلمنا عنها زي الدوبامين والسيروتونين، اللي هي ممكن يكون ليها دور في سرعة القص وبالتالي تقليل كفاءة العملية الجنسية. النقطة السابعة والمهمة جدا هي الحفاظ على الضغط والسكر في النسب الطبيعية، لان لما الضغط بيعلى او نسبة السكر مش متظبطة لفترة طويلة جدا، دي بتقلل برضو تدفق الدم وبتقلل برضو الطاقة بتاعة الجسم، الحاجتين اللي هم مهمين جدا لكفاءة العملية الجنسية. وبالتالي احنا قدمنا لحضراتكم النهاردة 7 نقط مهمة جدا، لو احنا اتبعناهم بشكل بسيط جدا وصحي جدا وغير مكلف على الإطلاق، هنحصل على القوة الجنسية اللي احنا عاوزينها وصحتك في 5.